بوكفال ولازم نحتفظ بالكره. بوكفال مغطي مع فينتر وبوكفال يحاول يمر بعدي يعكس كره داخل منطقه وتلعب وداخل المرمى. جميله جدا جميله جدا. اذا اكتمام بوكفال يبدو الى داخل منطقه الجزاء داخل منطقه الجزاء. واول هدف لالمانيا اول هدف لالمانيا سجل لتباسكي. اول هدف كلينزمان المهاجم الذي لم يتاثر حقيقه من خروج بولر لعب الكره وهذه اعاده انعكست الكره داخل منطقه الجزاء. وهذا بوكفال من جديد ومحاولته لما تجاوز فينتر وعكس الكره وكلينزمان قريب وداخل ست يردات استطاع ان يدخل الكره او يصوب الكره تجاه المرمى. معلنة أول أهداف الفريق